أهلا بكم. فككت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أم الفحم بيوت عزاء أقيمت للفلسطينيين الثلاثة الذين استشهدوا في هجوم القدس يوم أمس. من جهته قال شيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى إن شرطة الاحتلال أجرت عمليات تفتيش واسعة في المسجد الأقصى تخللها تكسير لأبواب وعبث بمحتوياته، علاوة على تفتيش مسجد قبة الصخرة 5 مرات. هذا وتواصل سلطات الاحتلال اليوم الثاني على التوالي إغلاق المسجد الأقصى في القدس الشرقية بشكل كامل، وتمنع أداء الصلوات فيه ورفع الأذان في مآذنه. لا صلاة ولا أذان ولا مصلين في الأقصى، ببساطة قررت إسرائيل. إجراءات غير مسبوقة منذ أكثر من 40 عاما. أقلق الاحتلال المسجد الأقصى، والسبب آنذاك كان حريق المسجد. أما اليوم فتتذرع سلطة الاحتلال بعملية إطلاق النار ومقتل 2 من عناصرها، هذا في ظاهر قرار الإغلاق. أما في باطنه فإنه ينم عن مخططات مبيتة لوضع اليد عليه بشكل كامل، يقول الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى. وبالتوازي حكومة الاحتلال تفرض حصارا مشددا على البلدة القديمة بمدينة القدس، وتمنع الفلسطينيين من غير سكان البلدة من دخولها. محيط الأقصى بات أشبه بثكنة عسكرية. المئات من عناصر شرطة الاحتلال ينتشرون عند بوابات البلدة القديمة من القدس. حواجز حديدية تمنع الفلسطينيين من الاقتراب من بوابات الدخول إلى البلدة. ردود الفعل تتوالى. قطر تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، بينما استنكرت الكويت والأردن والجامعة العربية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرار الاحتلال. الاحتلال يصم آذانه بشأن تلك الدعوات، ويقول إن حكومته الأمنية ستناقش إعادة فتح المسجد تدريجيا أمام المصلين والزوار، وسيتم البت في ذلك غدا. ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا بشار صغير. بشار، سلطات الاحتلال تواصل غلق المسجد الأقصى ومنع الأذان أمنيا، كيف هو الوضع الآن في القدس وهل من ردود فعل من الجانب الفلسطيني؟ نعم جمال، كما تفضلت وكما استمعنا قبل قليل في التقرير، لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى، وكانت قد أوسطت أبوابه، وعمليا هي منذ الأمس وحتى اليوم، أي بعد منذ أن حصلت العملية، وهي تجري حملات تفتيش واقتحامات واسعة لجميع مرافق المسجد الأقصى. يشمل ذلك كما ذكرت قبل قليل اقتحام لمكاتب تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، سمح فقط لمدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني وعدد من كبار موظفي دائرة الأوقاف الدخول فقط لفترة وجيزة إلى المسجد الأقصى. هذا فيما يتعلق بما يحدث في باحات الحرم القدسي الشريف. القدس العتيقة، البلدة القديمة التي نراها وراءنا، هي ما تزال مغلقة إلى هذه اللحظة. جميع مداخل القدس العتيقة مغلقة، يسمح فقط لمن يسكن داخل البلدة القديمة في الدخول، لمن له عمل، لمن له مصدر رزق في داخل القدس العتيقة يسمح له بالدخول. عمليا أيضا جمال، يقرأ من الأوساط الشعبية الفلسطينية هنا حالة من الإحباط تسود أوساطهم جراء ردة الفعل العربية والإسلامية التي برأيهم هي ليست بالمستوى المطلوب تجاهها. هكذا خطوة غير مسبوقة تتم للمرة الأولى منذ قرابة 5 عقود. أيضا كان اليوم قد عقد اجتماع أقامته شخصيات دينية ومقدسية فلسطينية، كانت قد طالبت فيه بإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك وعدم الاتكاء على أي ذرائع وأي حجج لهذا الإغلاق. نفس المطلب كانت قد أطلقته الحكومة الفلسطينية التي طالبت السلطات الاحتلال بفتح أبواب المسجد الأقصى. المملكة الأردنية الهاشمية كان لها أيضا دور ومحاولة للضغط على الجانب الإسرائيلي، لكن حتى هذه اللحظة ما زال هناك صلف إسرائيلي، والموقف الإسرائيلي هو ذاته. نعم، الحكومة الإسرائيلية سيكون لها اجتماع غدا حول هذا الموضوع. هل من المتوقع أن تقوم برفع هذا الحظر وفتح المسجد مجددا، أم أنها ربما ستواصل هذه الإجراءات؟
بحسب البيان الذي أصدرته أو الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإنه بناء على التقييمات وبناء على نتائج اجتماع الحكومة التي أو المجلس الوزاري الذي سوف يعقد غدا، بناء على ما سوف يتم تباحثه، سوف يروا ما إن كان بإمكانهم فتح المسجد الأقصى تدريجيا، أي ليس مرة واحدة وإنما سيفتح بالتدريج أمام المصلين. لكن بكل الأحوال هذا لا يعني بأنه لن يكون هناك خطوات غير مسبوقة سوف تنفذ في المسجد الأقصى، إذ يخشى الفلسطينيون من أن يتخذ الاحتلال، وأن لربما يقرر غدا خلال اجتماع غدا بأن يتخذ خطوات كانت مبيتة في وقت سابق وإجراءات كانت مبيتة في وقت سابق، على رأسها تجديد القيود والإجراءات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى كوضع غرف وأبواب إلكترونية للفحص وتقسيمه زمانيا ومكانيا على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل. نعم، شكرا لك بشار صغير مراسل التلفزيون العربي من القدس. وجه وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون رسالة تهدئة وحوار لكل أطراف الأزمة الخليجية. الوزير الفرنسي وخلال مؤتمر صحفي جمعه في الدوحة مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، كرر دعم فرنسا الكامل للوساطة الكويتية من أجل حل الأزمة الخليجية، كما أثنى كذلك على جهود وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من أجل إنهاء الأزمة. هذا وقد بدأ وزير الخارجية الفرنسي جولة خليجية قادته إلى الدوحة أولا، ثم ستقوده لاحقا إلى الإمارات والسعودية. من جهته قال وزير الخارجية القطري إن بلاده تتطلع للدور الفرنسي لدعم الوساطة الكويتية، وإن الحصار المفروض على قطر يعرقل جهود مكافحة الإرهاب وتمويله. كما أكد الوزير القطري أنه بحث مع نظيره الفرنسي إجراءات دول الحصار المنافية للقانون الدولي. أننا أكدنا في هذا اللقاء أن الهدف المشترك لكافة الدول وللمجتمع الدولي الآن هو مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله، وأن ما يحدث من إجراءات الآن تعطل مثل هذه الجهود، حيث أن مكافحة الإرهاب هي إجراء تتطلب عمل جماعي وإجراءات جماعية من كافة الدول، ولا يقع على دولة دون الأخرى، ولا يكون مكافحة الإرهاب بممارسة الإرهاب السياسي والإرهاب الفكري ضد دولة. قطر على استعداد لمحادثة بناءة مع جيرانها، شرط أن يتم المساس أو بسيادتها الوطنية، وهذه هي الرسالة التي سمعتها من صاحب السمو الأمير تميم هذا الصباح. وإذن يجب إيجاد حل سريع لهذه الأزمة ولحالة التوتر القائمة، وفرنسا دائما تنادي باتخاذ تدابير بأسرع ممكن، وخاصة لكي يتم رفع التدابير التي تؤثر على المدنيين بأسرع ما يمكن، وخاصة الأسر التي تحمل أكثر من جنسية والتي تم التفريق بين أفرادها. من الدوحة ينضم إلينا مراسلنا سلمان النجار. سلمان، فرنسا تنضم للجهود الدولية الساعية لحل الأزمة، ما أهم ما جاء في تصريحات الوزير الفرنسي وأيضا برنامج جولته الخليجية؟ نعم جمال، الوزير الفرنسي يصل في أولى محطاته الخليجية إلى الدوحة، حيث أجرى صباح اليوم لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول فيه بالطبع الأزمة الخليجية المستمرة في يومها 40. أكد الوزير الفرنسي أنه سمع من أمير قطر بأن قطر مرحبة بالدور الفرنسي وبالدعم الفرنسي للمبادرة الكويتية، وأن قطر ترحب بالحوار دون المساس بسيادتها الوطنية. الوزير بدأ المؤتمر الصحفي بالوزير القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية القطري، الذي شدد على قوة ومتانة العلاقات القطرية الفرنسية وعلى سبل تطويرها في المستقبل، أن هذا كان من ضمن المباحثات، وأنهما الوزيرين استعرضا إجراءات دول الحصار ودوافع الأزمة، ورحب أيضا بالدعم الفرنسي للمبادرة الكويتية بما يحترم القانون الدولي وسيادة الدول.
الوزير الفرنسي تكلم في كلمة مطولة قليلا، تكلم عن أن مكافحة الإرهاب وعن أن الوزيرين ناقشا مكافحة الإرهاب وإجراءات دول الحصار التي وصفها بأنها تحد من القدرة على مكافحة الإرهاب، وتكلم عن تعاون وثيق بين البلدين، وذكر باتصالات مستمرة بين أمير قطر من جهة والرئيس الفرنسي من جهة أخرى. قال أيضا الوزير الفرنسي إن فرنسا قلقة من الأزمة وهي تتكلم هنا في الخليج كصديق وتريد الحوار بين كل الأطراف عبر الوساطة الكويتية. وتكلم أيضا، وهنا لافت، تكلم أيضا عن زيارة تيلرسون وجهود تيلرسون. يبدو أن تيلرسون قد حقق اختراق بسيطة في الأزمة الخليجية، وأن الوزير الفرنسي كان مطلعا عليها وأبدى تفاؤله بما فعله تيلرسون هنا في الخليج في زيارته التي استمرت لأربعة أيام. وقال الوزير الفرنسي إن الأزمة ليست في مصلحة أحد، وإن قطر قالت إنها على استعداد لمحادثات بناءة دون المساس بالسيادة. وتكلم أيضا بالطبع عن الأسر التي شتتها الحصار على قطر. نعم. شكرا لك سلمان النجار مراسل التلفزيون العربي من الدوحة. تحيي تركيا اليوم ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أعلنت السلطات 15 من تموز يوليو عطلة وطنية سنوية للاحتفال بما أطلقت عليه عيد الديمقراطية والوحدة. وقتل 249 شخصا عندما أرسل فصيل من الجيش دبابات إلى الشوارع وأطلق طائرات حربية في محاولة للإطاحة بأردوغان عن طريق العنف. وتم إحباط المحاولة في غضون ساعات بعدما أعادت السلطات تجميع صفوفها ونزل الناس إلى الشوارع دعما لأردوغان، الذي اتهم أتباع رجل الدين فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة بتدبير المحاولة. ولم تتردد السلطات لاحقا في شن حملة تطهير اعتبرت الأوسع في تاريخ تركيا، إذ أنها اعتقلت 50,000 شخص وأقالت 100,000 آخرين من وظائفهم. أما أردوغان فقد عزز موقعه بعد فوزه في استفتاء جرى في نيسان أبريل الماضي لتوسيع سلطاته. عام مر على هذه الليلة، ليلة لم تكن كسائر الليالي التركية. فيها حاول ضباط من الجيش الانقلاب على الحكومة والإطاحة برئيس البلاد، لكن الشعب كان بالمرصاد. أطلق أردوغان نداءه الشهير، فنزل الأتراك إلى الميادين والشوارع وأفشلوا المحاولة الانقلابية، لكن الثمن كان باهظاً. 249 شخصاً سقطوا ضحايا برصاص الانقلابيين. تركيا ما بعد المحاولة الانقلابية لم تكن كما قبلها. تغير وجه المشهد السياسي في البلاد حين صوت الشعب لصالح النظام الرئاسي، مانحاً الرئيس أردوغان صلاحيات دستورية واسعة. ظل الصراع قائماً بين الحكومة والمعارضة حول جدلية السلطة والحريات العامة. يتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة باستغلال تداعيات الانقلاب وكبت الحريات العامة. ينفي الحزب الحاكم هذه الادعاءات. المؤسسة العامة للصحافة والإعلام تؤكد على ضمان حرية العمل الصحفي في تركيا. في تركيا ليس هناك أي قيود أو رقابة على حريات الصحافة من قبل الدولة أو الحكومة. لا أعرف كيف تتهم بعض الجهات التركية بتقييد الحريات. نحن نحترم عمل كل صحفي لا يروج أو يدعم التنظيمات الإرهابية مهما كانت آراؤه مختلفة مع الحكومة. لا حديث اليوم في الشارع التركي سوى قصص أولئك الذين وقفوا في وجه الدبابات وأحبطوا انقلابا كاد أن يدخل البلاد في مستنقع الفوضى وحكم العسكر. هكذا صان الشعب هنا إرادته. كانت ليلة فارقة في تاريخ تركيا. هذه البلاد التي يضج تاريخها بالانقلابات تأمل أن تطوي هذه الصفحة إلى ما لا نهاية. ليلة 15 من تموز كان عنوانها الأبرز هنا. الشعب قال كلمته. عدنان الظاهر، التلفزيون العربي، أنقرة. ومن ميدان شهداء 15 من تموز في أنقرة ينضم إلينا مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، تركيا
تحتفل بالذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة في ظل حملات جديدة أقالت بموجبها الآلاف من وظائفهم لا سيما في الجيش والشرطة. بالفعل جمال، الاحتفالات بهذه الذكرى السنوية الأولى كانت قد بدأت قبل أيام، لكن تتوج هذا اليوم قبل نحو ساعة من الآن. البرلمان التركي افتتح جلسة خاصة لإحياء هذه الذكرى بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية. اليوم سوف يكون حافلا بإحياء هذه الذكرى، سوف يكون هناك مسيرات شعبية في العديد من المدن التركية. هنا في العاصمة أنقرة سوف يحتشد عشرات الآلاف في هذا الميدان، ميدان الشهداء 15 من تموز، إحياء لهذه الذكرى. وسوف يتم تسيير مسيرة شعبية باتجاه البرلمان التركي والاحتشاد هناك عند ما بعد منتصف الليل، حيث سيلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة له داخل قبة البرلمان الذي تعرض للقصف خلال ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة. طبعا هذه الاحتفالات جمال ومنذ العام الماضي تأتي في ظل حملات اعتقالات واسعة طالت جميع من يشتبه بانتمائهم إلى جماعة رجل الدين فتح الله جولان، التي تقول السلطات التركية أنه المدبر والمخطط الرئيسي لهذه المحاولة الانقلابية. تم اعتقال نحو 50,000 شخص، تقول السلطات أن لهم علاقة بهذه المحاولة الانقلابية، بينما تم تسريح عشرات الآلاف من الموظفين من وظائفهم الحكومية. اليوم أيضا في الجريدة الرسمية تم إصدار بيان رسمي من قبل السلطات التركية، تم على إثرها أيضا فصل أكثر من 7,000 موظف حكومي من وظائفهم. تقول السلطات أنه ثبت تورطهم بالمحاولة الانقلابية وبصلتهم بجماعة رجل الدين فتح الله جولان. ومعظم هؤلاء المتهمين تقول السلطات أنهم كانوا يستخدمون نظام البايلوك الذي كان يتواصل جماعة رجل الدين فتح الله جولان من خلاله خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. بكل أحوال سوف ننتظر احتشاد الجماهير التركية هنا في هذا الميدان إحياء لهذا الذكرى التي سوف تبدأ مع ساعات المساء الأولى. سنتابع معك عدنان هذه الاحتفالات في نشراتنا اللاحقة. شكرا لك عدنان الظاهر مراسل التلفزيون العربي من أنقرة. وصلت تعزيزات عسكرية تركية مساء أمس إلى ولاية كلس الحدودية مع سوريا، وتتألف القافلة من 6 شاحنات محملة بمدافع ومركبتين تحملان ذخائر مرسلة من وحدات عسكرية مختلفة إلى القوات المتمركزة على الحدود. وتوجهت القافلة من مدينة كلس جنوبية تركيا باتجاه الشريط الحدودي، حيث سيتم نشر التعزيزات في المنطقة. أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عما أسماه المشروع السياسي لتحالف القوى العراقية الذي يضم الكتل السياسية السنية في الحكومة والبرلمان لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال جبوري عقب اجتماع للقادة السياسيين السنة لتوحيد مواقفهم للمرحلة القادمة إن الاستقرار لا يكون إلا باستقرار المناطق التي تعرضت للإرهاب وإعادة إعمارها. وشدد الجبوري كذلك على ضرورة إعادة النسيج الاجتماعي في تلك المناطق بمصالحة حقيقية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. برلين تعرب عن استيائها وغضبها لمقتل ألمانيتين في مدينة الغردقة المصرية. أهلا بكم من جديد. عبر مسؤولون ألمان اليوم عن استيائهم وغضبهم لمقتل ألمانيتين طعنا بالسكين في منتجع بمدينة الغردقة بمصر. وأضاف المسؤولون أن الهجوم تصرف منحرف وإجرامي وكان متعمدا على السياح الأجانب. المزيد في سياق التقرير التالي. شواطئ جميلة وشمس دافئة وجو مثالي للاسترخاء والاستجمام، كلها عوامل تجذب السياح الأجانب إلى مصر التي لا تخلو بين الحين والآخر من هجمات تستهدفهم. أضحية هذه المرة امرأتان ألمانيتان كانتا على شاطئ فندق ذهبية أحد المنتجعات في الغردقة. أما جاني مصري الجنسية سبح من أحد الشواطئ المجاورة باحثا عن فريسة أجنبية.
ليجهز عليهما طعنا بالسكين ويصيب سائحتين من جمهورية التشيك. وبعد أن أكمل جريمته الأولى سبح إلى شاطئ آخر يرتاده أجانب ليطعن سائحتين أخريين. بعدها تم إلقاء القبض على الجاني الذي يجري التحقيق معه لتحديد الدوافع وراء جريمته. مسؤولون ألمان قالوا إنهم مذعورون وغاضبون من الحادث الذي كان هجوما متعمدا على السياح الأجانب. الهجوم ليس الأول من نوعه، بل هو واحد من سلسلة هجمات إرهابية استهدفت السياح الأجانب بالمنتجعات السياحية وأماكن الاستجمام وحتى عبارات السياحة في مصر منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي. حادث مما لا شك فيه ستكون له تبعات على نسبة السياح الوافدين إلى مصر التي كانت تأمل رفع نسبة واردات السياحة بعد تجديد الإجراءات الأمنية في مطاراتها وضخ الاستثمارات في أماكنها السياحية التي تعد المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد. والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. حقق الفائزون في القائمة الدورية السنوية المختارة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME نموا اقتصاديا سنويا قياسيا في الخليج بنسبة إجمالية وصلت إلى 150%. وحققت الشركات المختارة التي يبلغ عددها 104 شركات عائدات إجمالية بقيمة 2.1 مليار درهم خلال العام الحالي. سجل الجنيه المصري مستوى التراجع الأكبر في نشاطه مقابل الدولار الأمريكي حسب مؤشر بيج ماك العالمي الذي يقيس القوة الشرائية للعملات المحلية العالمية مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع سعر بيج ماك في السوق المصرية من 27.5 جنيه إلى 31.4 جنيه، ما يعني أن القوة الشرائية للجنيه المصري تراجعت من مستوى 71% في بداية العام إلى المستوى الحالي ب 67%. مع تراجع أسعار النفط لما دون مستوى 50 دولارا واجهت الصناديق الاستثمارية التي أخذت وجهة متفائلة في توقعاتها الخسارة الأكبر بين صناديق التحوط في النصف الثاني من العام حسب التقرير الاستثماري الأخير الصادر من قبل بنك HSBC. وسجل الصندوق الاستثماري ألفا جين كابيتال مستوى الخسارة الأكبر بنسبة 48% مقارنة بنشاط إيجابي قياسي حققه الصندوق بنسبة 78% نهاية العام الماضي. قالت شركة هوندا موتورز اليابانية إنها ستستدعي نحو 2,100,000 سيارة من أنحاء العالم لاستبدال حساسات بطاريات كونها معرضة لخطر الاشتعال. وستتضمن خطوة السحب 1,015,000 سيارة من طراز أكورد تم إنتاجها بين عامي 2013 وعام 2016. وذكرت الشركة أنها تلقت 4 تقارير عن حالات اشتعال في حجرة المحرك في السوق الأمريكية وحالة واحدة على الأقل في كندا. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 2 آخران في حريق ضخم نشب ببرج سكني مكون من 36 طابقا في مدينة هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية. وتوجه أكثر من 100 من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق، فيما ذكرت مصادر محلية أن الكثير من الأشخاص لا يزالون محاصرين داخل شققهم. أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية نتابعها في هذه الجولة الرياضية. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع الظهير الأيمن لنادي بنفيكا البرتغالي نيلسون سميدو.
ونشر النادي على موقعه الرسمي على الانترنت بيان قال فيه برشلونة وبنفيكا توصل على اتفاق يقضي بانتقال سميدو لبرشلونة، ولم يكشف النادي الكتالوني عن تفاصيل العقد، إلا أن صحيفة سبورت الإسبانية أفادت بأن سميدو ابن 23 عاما سيوقع عقدا لمدة 5 مواسم في صفقة ستبلغ قيمتها 30 مليون يورو. وأعرب اللاعب البرتغالي عن سعادته واعتزازه بتمثيل برشلونة، ووعد الجماهير ببذل كل ما لديه من أجل الفوز بالألقاب الموسم المقبل. قال البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي أن ناديه قدم عرضا عادلا لريال مدريد الإسباني من أجل الحصول على خدمات مهاجم الإسباني ألفارو موراتا. وأضاف مورينيو في تصريحات صحفية أنه كان يرغب بالتعاقد مع موراتا، ولكن اليونايتد فشل في الوصول لاتفاق مادي مع النادي الملكي، ومن حق الريال أن يحدد أسعار لاعبيه، ولا يمكنه لوم بطل إسبانيا أو انتقاد سياسة فريقه في سوق الانتقالات. أعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم أمس أن محكمة التحكيم الرياضي كاس أصدرت حكمها بتثبيت عقوبة منع النادي من التسجيل لفترتي قيد اعتبارا من الفترة الصيفية الحالية وحتى الفترة الشتوية المقبلة. وأوضح مجلس إدارة النادي أن على الرغم من أن الحكم الصادر كان متوقعا، إلا أن الإدارة فضلت مواصلة الدفاع عن حقوق النادي ولن تتوانى عن القيام بدورها في السعي لحفظ حقوقه في القضايا الأخرى، كما أكدت ثقتها بجميع اللاعبين والجهاز الفني للتغلب على تبعات هذا القرار. وفي ملاعب الكرة الصفراء، تأهل السويسري روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على منافسه التشيكي توماس بيرديتش بثلاث مجموعات نظيفة وبواقع 7-6 و7-6 و6-4 ليبلغ نهائي البطولة المرة 11 في تاريخه. وسيضرب فيدرر موعدا مع الكرواتي مارين سيليتش في نهائي البطولة التي أحرز لقبها في 7 مناسبات سابقة. بهذا نأتي إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.